استراتيجية العراق المستقبلية وخططه التنموية حتى عام 2030 في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والحكومة الرشيدة وحتى قطاع التعليم، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد الطبيعية، كان العنوان العريض لجلسة حوارية حضرها مختصون من مختلف الوزارات الحكومية التي ناقشت مسودة هذه الخطة التي تحاول الحكومة العمل عليها من خلال الشراكة مع البنك الدولي لوضع الخطوات الأولى لانطلاق هذا المشروع. نقاش أوراق سياسات الرؤية العراقية في عام 2030، مناقشة مسوداتها، أفق من الأهداف أو مجموعة من الأهداف التي يبقى ساعي لتأديتها على مختلف الحكومات وتغيرها ومنهج يعني التفاصيل. هذه الأهداف لا يجب أن تتغير يوميا، وهي أهداف عامة والعالم كله يسعى لها نفس السعي، وهي أهداف تتعلق بالاقتصاد باقتصاد أفضل يعتمد على التنويع، تتعلق بالمجتمع، مجتمع آمن مستقر. 13 خبيرا في مختلف الاختصاصات من البنك الدولي يشاركون نظرائهم العراقيين في لجان مختصة تطرح خارطة طريق لمناقشة الصعوبات الاقتصادية والعمل على ملفات مختلفة تشمل كل القطاعات المالية والاقتصادية ودور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة البنك الدولي في رسم خطوات التنمية من خلال الدعم المادي واللوجستي. تأتي هذه الرؤية ويأتي البنك مشاركة البنك الدولي في إعداد هذه الرؤية من أجل وضع خبراته العالمية وأيضا تجاربه في مختلف بلاد العالم من أجل مساعدة العراق في عملية البناء المستقبلي ووضع آليات سليمة لهذه الرؤية تقوم على استغلال كافة الموارد البشرية والمالية. نقاط عديدة تم الإشارة إليها خلال هذه الجلسة أكدت أن هناك استنزافا لموارد الدولة والموازنة في الفترات السابقة بسبب سوء التخطيط والإدارة، وأن من أولويات هذا المشروع الاستراتيجي العمل على ترشيق الكابينة الحكومية وتفعيل التنمية البشرية والاقتصادية. عمار باهر، قناة دجلة، بغداد.